بالنسبة للشعار الكرامة، هذا الشعار ليس جديدا، كرامة العسكر. معمر القذافي رفع هذا الشعار في انقلابه. لو نرجع إلى البيان الأول لانقلاب سبتمبر، ذكر بالصراحة، ذكر الكرامة، قال: حتى نثأر لكرامة اهينت وحق اغتصب. لا أعلم من يقصدون كرامة من، كرامة قوم آخرين ليسوا الليبيين طبعا، لا أعلم من أهينت كرامتهم. هذا بالنسبة للشعار، فهو الشعار ليس جديد، شعار القذافي في انقلاب سبتمبر، وبالتالي شعار حفتر، لأن حفتر كان عضو فعال في الانقلاب. هذا بالنسبة للشعار. أما بالنسبة لكرامة حفتر وما علاقته بالإسلام، هو جزء من هذا النظام، ولم يخرج منه، هو تنطط. هو تاريخه السي في، يعني السيره الذاتيه نتاع، كان ضابط في الجيش الملكي، انقلب مع معمر القذافي على الملك، وبعدين بعد وشارك معه في جرائمه في السبعينات، شارك في جميع الجرائم والانتهاكات في السبعينات، وفي حرب تشاد دك المدن والقرى التشاديه كما يفعل الان في قنفوده، حرق، كان يقول لهم في قريه ارم كله، كان قال لهم ما نبيش بالنعنى هذا، يعني ما نبيش نشوف شجره خضراء. يعني هو ليس جديد، تدمير المدن والقرى وقتل المدينه، هذا جديد عليه. ثم في سنه 1987 انقلب على معمر القذافي وانضم للمعارضه واصبح قائد الجيش الوطني لانقاذ ليبيا، وبعد في بدايه التسعينات انقلب على المعارضه ورجع لمعمر القذافي واشترى له قصر في القاهره، وبعد انطلاق ثوره فبراير في 2011 انقلب مره اخرى على معمر القذافي وانضم الى ثوره ليبيا، وفي 2014 انقلب على ثوره ليبيا وانضم الى إسلام القذافي، وهكذا. ولا ندري مستقبلا عن من سينقلب طبعا، ولكن سيد هو سيعينوه قائد عام للجيش. بالله هل نامن هذا؟ هذا من شب على انقلاب شاب عليه والله، ممكن اسابيع قليله او شهر او شهرين سينقلب على كل شيء ويعين نفسه الحاكم المطلق لليبيا، ويفعل ما افعله، اسوأ ما فعله القذافي. هذا اسوأ من القذافي، والله القذافي اهون منه بكثير. طيب.